عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتناول ونسلط الضوء في الندوة المغاربية على واقع تلك الحقوق في منطقتنا. أهلا بكم مشاهدين. إذن يوم عالمي لحقوق الإنسان تأصل بتاريخ 10 ديسمبر من كل عام من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1948 من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إنها الوثيقة البارزة في تاريخ حقوق الإنسان والأكثر ترجمة عبر العالم إلى نحو 500 لغة، لكنه رغم ذلك لم تترجم بأمانة على واقع الشعوب ومن بينها شعوب المنطقة المغاربية التي ما تزال في القرن 21 تناضل للحصول على أبسط الحقوق. نسأل في ندوة مغاربية، لماذا ما تزال شعوب المنطقة عالقة للمطالبة بحقوقها الأساسية في وقت قطعت فيه شوطا منذ انتزاعها استقلالها من المستعمر؟ لماذا تمضي النظم في منطقتنا نحو وضع تشريعات تقيد تلك الحقوق؟ وأي شكل وأي خطر أقول تشكله عليها؟ وما السبب وما سبيل الشعوب لاسترجاع حقوقها المفطورة عليها وفي التحرك ضمن نطاقها قبل أن تؤطرها لها المواثيق الدولية؟ قبل أن نخوض في نقاش كل هذه المحاور مع ضيوفنا، نتوقف عند هذا التقرير ثم نعود للنقاش. يعود اليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يشهد واقع الحريات وضعا هشا وتراجعا أثار قلق حقوقيين ومنظمات. فقد تفاقمت وتعددت التعديات على الحريات بالمنطقة المغاربية، وشملت اعتقال ناشطين حقوقيين وإعلاميين ومكونات أخرى من المجتمع المدني. وزادت قبضة الدولة من خلال سطوة الأجهزة الأمنية على المجتمع والضغط على قرارات القضاء. وكثر عدد المعتقلين بسبب رأيهم بشكل تقول الأمم المتحدة إنه زاد من الخوف وقلل من نقد السلطة الذي يعد أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي. ففي الجزائر سجن عدد كبير بسبب رأيهم، بينهم الصحفي إحسان القاضي بتهم وصفت بالفضفاضة بسبب مقال رأي كتبه عن الرئيس. وفي المغرب سجن صحفيون لرفضهم الامتثال لخط التحرير، بينهم بوعشرين الريسوني والراضي. في تونس قام الرئيس بحل البرلمان وتعديل الدستور وسجن أعضاء من حزب النهضة، بينهم راشد الغنوشي ومعارضين آخرين، ما أثار رفضا كبيرا. في موريتانيا اعتمد البرلمان قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن في نوفمبر 2021، عد مقوضا لحرية التعبير. وفي ليبيا انتقدت منظمات حقوقية التهديد والخطف بحق ناشطين من قبل جماعات مسلحة. وضع لا ينبئ بغد أفضل داق به مربع الحريات بالمغرب العربي مع تزايد الانتهاكات وتراجعها بشكل غير مسبوق وفق مختصين، فيما ترى حكومات المنطقة بأنها إجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام.
إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي الكريمين من الجزائر الدكتور السيد محمد لمين بن دحمان المحامي والناشط الحقوقي من مدينة تلمسان، ومن الرباط في المغرب الدكتور علي المغراوي نائب رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. وأبدأ معك سيد بن دحمان من الجزائر. في الفترة الأخيرة طغى كثيرا على الحديث عن المادة 87 مكرر وأخواتها من المواد المضيقة على الحريات في البلاد، في حين كانت في فترات ماضية كان هناك ربما إشادة أو ربما حديث عن سقف لا بأس به من الحريات في الجزائر. برأيك كيف يمكننا أن نوازن أو نقارن وضع الحقوق والحريات في البلاد في هذا اليوم العالمي؟ كيف يمكن أن نصنف الجزائر في وسطها أو في مكانتها المغاربية؟ السلام عليكم الأخت، مرحبا بكم وتحياتي لكل طاقم المغاربية ولكم ولضيفك المحترم. على كل حال، يعني ذكرى أخرى أو عيد يوم عالمي هو لحقوق الإنسان، يعني المصادف لعشرة ديسمبر من كل سنة. على كل حال، نحن لما نحلل ونرى الواقع الحقوقي لا سيما في الجزائر اليوم وبالذات في سنة 2023، نرى بأن الواقع الحقوقي قد يعني تناقص وتراجع كثيرا، يعني مقارنة بالسنوات الماضية أو بعهدات سياسية ماضية من قبل. يعني الواقع الحقوق الإنساني أكبر دليل الذي يعبر عنه هو وجود معتقلي رأي في الجزائر. هذا المعتقلين الذين يفوق عددهم، يعني بتصريح وزير العدل لما أتى المقرر الأممي الأول الخاص بحرية التجمع وحرية التعبير والتجمع السلمي، أين صرح له الوزير بأن عدد المعتقلين يعني يقارب 200. لم يعطيه الرقم الصحيح، لكنه اعترف بأن يوجد معتقلي رأي وهم نحو 200 معتقل. هل هذا الاعتراف كافي سيد بن دحمان؟ هل هذا الاعتراف كافي من قبل السلطات وهي في كل مرة تدافع عن المادة 187 مكرر؟ نعم، هذا الاعتراف بالنسبة لنا نحن كحقوقيين يعتبر يعني كاعتراف وإدانة لها. يعني كيف تكون الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان، يعني وهذا المجلس معروف عنه أنه يعني يناضل ويناقش الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم، وأنت في بلدك تهدم حقوق الإنسان وأبسط حق يعني يمكن أن تتركه وهو حرية التعبير وحرية الرأي. يعني نحن بالنسبة لنا هذا عدد معتقلين الذي يفوق في الواقع 300 معتقل، يفوت في الواقع. هناك كثير من المعتقلين يعني لم تصلنا أخبارهم ولا نعرف يعني ما هي عقوبتهم وهي ما هي متابعتهم فيه. يعني هذا هو الواقع الذي نأسف له. تمام، سنعود لذلك سيد بن دحمان. نتحدث كثيرا عن هذا الواقع الحقوقي المتراجع في الجزائر. في المغرب أيضا لا يبدو الأمر أحسن حالا سيد المغراوي على المستوى الحقوقي، وقد سجلت المغرب تراجعا كبيرا من خلال قمع الاحتجاجات المطلبية. أيضا كانت هناك تقارير تتحدث عن أن السلطات استهدفت المنتقدين والنشطاء وتابعت حتى بعض الصحفيين. برأيك لما تمضي السلطات في ربما تقييد أو تقنين الحق الذي مشروع فطرة للأشخاص في حين أنه أيضا متاح ضمن المواثيق الدولية؟ نعم سيدة الكريمة، بداية شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج وفي هذه القناة المتميزة، قناة المغاربية، والتي دائما عودتنا بتسليط الضوء على مواضيع ذات أهمية ومواضيع راهنية. أبارك لكل أحرار العالم ولكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ذكرى يعني 10 جانبير التي هي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي تخلدها اليوم الأمم المتحدة بشعار الكرامة والعدالة والمساواة للجميع.
نتمنى فعلا أن تكون أو يكون هذا الشعار هو الشعار الذي تشتغل عليه الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأن يشتغل عليه المنتظم الدولي خاصة في سياقنا الراهن، قبل أن نتحدث عن المنطقة المغاربية، في سياقنا الراهن اليوم العالم بأجمع يعيش موجة ارتداد كبيرة حول حقوق الإنسان. هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كل البلدان، ويعني أخطر هذه الانتهاكات ما يقع اليوم في غزة الجريحة من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولقواعد كل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. عودة إلى منطقتنا المغاربية، وقد سبقني الزميل والأستاذ المحامي إلى الحديث عن الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك في البلدان المغاربية، وقد قدمتم في تقريركم لهذه الانتهاكات التي شملت كل مجالات حقوق الإنسان بما فيها حرية الرأي والتعبير، مجال الصحافة. عندنا في المغرب اليوم العديد من المدونين خلف القضبان. في تقريرنا للفضاء المغربي لحقوق الإنسان نعد اليوم أكثر من 140 مدون خلف القضبان بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، هنا نتحدث مثلا عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونفس المادة، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو الإعلان المشترك حول حرية التعبير والإنترنت الذي صدر سنة 2011. كل هذه المواثيق الدولية تضمن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الولوج للمعلومة وحرية استعمال الفضاء الإلكتروني من أجل التعبير بما يعني يتوافق وبما ينسجم مع مقتضيات القانون. لكن هناك ضيق عند السلطوية منذ ربيع 2011، بمعنى منذ الربيع الذي عاشته الشعوب وكان مد حقوقي على كل حال في اكتساح المساحات، في تعبير عن الرأي، في خروج للشارع من طرف الشعوب التي عبرت عن تطلعاتها، وتم اعتماد مجموعة من الدساتير، هذه الدساتير ترجمت هذه التطلعات. لكن سرعان ما كان هناك يعني عودة إلى السلطوية واكتساح مساحات جديدة من طرف السلطوية بمنع وقمع المعارضين والمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان. هناك معتقلين سياسيين، هناك محاكمات تنصب يعني لمحاكمة المدونين ومحاكمة الصحفيين ومحاكمة النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هذه المحاكمات التي تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة. إذن نحن أمام موجة من السلطوية، موجة من الارتداد إن صح التعبير، موجة من يعني الزحف على المكتسبات والحقوق الأساسية والحريات الأساسية للمواطنين. ويكتوي بهذه الموجة وبهذه السلطوية أكثر المعارضون لسياسات الدول خاصة في منطقة المغاربية. تحدثتم عن تونس وما يقع في تونس لكل المعارضين، يعني وصل الأمر إلى اعتقال ومحاكمة. تماما. نعم. سيد مغراوي، وربما عن تونس يحدثنا ضيفنا الذي ينضم إلينا حاليا السيد مختار جماعي، عضو هيئة الدفاع عن حركة النهضة من تونس. أهلا وسهلا بك سيد جماعي. ربما تاريخ 25 من جويلية 2021 هو تاريخ فارق جدا في البلاد من بعد فرض الإجراءات الاستثنائية بوصفك ضليعا وخبير في الشأن القانوني. كيف تقيم مستوى الحريات قبل هذا التاريخ وبعده؟ اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه، كل التحيه لك ولجميع مشاهديك وايضا لجميع ضيوفك الذين لاحظوا اهتمامهم بالشان التونسي، فشكرا لهم جزيلا. طبعا مساله حقوق الانسان في تونس كانت مساله جوهريه بعد ثوره 2010 2011، اعتمدنا كانت محركا للثورة وكانت هدفا له وأملا للشعب التونسي في التحرر من الدكتاتورية النوفمبرية. لكن يبدو أننا بعد 25 جويلية انتقلنا إلى دكتاتورية قيس سعيد وارتكاسته وتراجعه عن حقوق الإنسان. لنفهم حقوق الإنسان في تونس ننطلق من الخطاب الرسمي للحاكم بأمره قيس سعيد. قيس سعيد يردد في مجموع خطاباته عبارات ثلاث يبدو أنها مفتاح لفهم نظرة حقوق الإنسان. أول العبارات هي كلمته إنهم، ويقصد المعارضة، يريدون تفجير الدولة من الداخل. العبارة الثانية يتوجه بها نحو القضاء، إن من يبرئهم هو شريك لهم. العبارة الثالثة التي يرددها دائما ويقصد به القواعد الشعبية التي تعارضه، إنهم جراثيم وسرطانات لا يمكن القضاء عليهم
إلا بضربهم بالكيميائي. هي ثلاث عبارات مداخل أو مفاتيح لفهم رؤية الرجل لحقوق الإنسان. هو يعتبر أن حقوق الإنسان وأن فتح المجال لتحرر الإنسان هو مدخل لإضعاف الدولة. إذا مجموع معارضيه فرقتهم المعارضة وجمعتهم السجون. السجون التونسية الآن جميعها تقريبا، وكان هذا سببا في ما سمعتم به قبل أسابيع من فرار مجموعة من المساجين الخطيرين المصنفين إرهابيين، لأن كل اهتمام الحراسة والمتابعة كانت تتسلط على المعارضين. إذن قيس سعيد يعتبر أن المسألة الحقوقية هي معطل لمشروعه الجديد، بالتالي ضربها هو أولا، ضرب وأولا كرس مسألة الهروب من المساءلة. أصبح عون البوليس الآن هو الحاكم بأمره، وبالتالي سيد جماعي ما تأسس من بعد ثورة الياسمين من مطالب بالحريات وانتزاع لتلك الحريات، برأيك لما انهار فجأة منذ بدء هذه الإجراءات الاستثنائية؟ كيف يمكن لكل تلك المكاسب وكل ما تحقق وكل ما أشاد به العالم والمنطقة المغاربية والعالم العربي، كيف يمكنه أن يندثر؟ لماذا أين العلة في ذلك؟ يجب أن نكون واقعيين للإجابة عن هذا السؤال وأن ننظر في المرآة. اعتقد أن عاملين اثنين هما اللذان ضربا المسألة الحقوقية في تونس، أولهما المسألة الاقتصادية وثانيهما الخلاف الأيديولوجي التاريخي القديم بين مختلف تشكيلات المعارضة. اولا من المسألة الاقتصادية تتمثل في تغول الاتحاد العام التونسي للشغل والمطلبية الرهيبة التي طبعت نضالاته، كرس على مطالبه على الزيادة في الأجور وعلى التغول النقابي وضرب القوة الانتاجية وإضعاف الدولة وإنهاكها على مستوى المدخرات الاقتصادية وأيضا حتى على مستوى صورة الدولة في الشارع. العامل الثاني هو الفرقة الكبيرة بين تشكيلات المعارضة. لا ننسى أن من الأصوات التي ساهمت أو مما استغله قيس سعيد لإجراء حركة 25 جبيلية هو دعوة المعارضة لتصفية خصومها السياسيين. لا ننسى دور محمد عبده مثلا والتيار الديمقراطي، لا ننسى دور التيار الشعبي في هذا، لا ننسى أيضا كثير من المحسوبين على النضالات السياسية وعلى المعارضة الذين لمجرد خلاف أيديولوجي مع الحزب الحاكم متمثلا في حركة النهضة ضحوا بالمكاسب الديمقراطية. ولكن ومع ذلك لا ننسى عاملا ثالثا ربما ساهم فيه حركة النهضة وغيرها من الأحزاب التي حكمت طيلة هذه العشرية، أنهم لم يوجدوا برنامجا اقتصاديا يتوافق مع التطلعات الشعبية ويتأسس على الخصوصيات التونسية. تماما، سأعود إليك سيد جماعي. سيد بن دحمان، في هذا الأسبوع، في بحر هذا الأسبوع، وهي تغادر المقررة الأممية ماري لولور، كانت تقول بأنها تشعر بخيبة مما عاينته مما عرفتها عن الواقع الحقوقي في الجزائر. في ظل هذه المهمة التي استمرت لعشرة أيام، كان هناك من ربما احتجزوا لساعات ليجري التحقيق معهم قبل أن يلتقوا بها. برأيك ما الذي يعيشه النظام الجزائري حتى يوافق على أن يكون هناك مقرر أممي، وهي الثانية من بعد المقرر الأممي الذي جاء في سبتمبر الماضي، أن يسمح أن يكون هناك مقررين أمميين، وفي نفس الوقت أن يسعى جهده بأن يمنع أن يصل إلى الحالات المعينة التي يجب الحديث إليها، وأيضا لا يغير شيئا من الواقع الحقوقي؟ بالعكس، نحن لاحظنا بعد مغادرة المقرر الأممي الأول كان هناك تضييق أكثر على الحريات. نعم، حقيقة سيدتي الكريمة، يعني كما قلنا، يعني
مع أنه اعترف وزير العدل بوجود معتقل رأي، والتقرير الأول الذي وضعه مقرر خاص به ووضحه في ندوته الصحفية بحرية التجمع والتجمع السلمي وحرية الرأي، ثم المقررة ماري لاولار التي قدمت في الأسبوع الفارط وقدمت كذلك في ندوتها الصحفية وعبرت عن خيبة أملها على الواقع الحقوقي، يعني أين قامت يعني بالوقوف على حالات حقيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وقامت بزيارتهم في السجن والوقوف على يعني وضعيتهم وعلى ملفاتهم، وقد حضرت كذلك محاكمة جنائية لثلاث معتقلين والبقية كانوا في حالة إفراج، يعني أين حضرت هذه المحاكمة؟ في مجلس قضاء العاصمة الدار البيضاء، وقفت على الحقيقة يعني التي يعاني منها الحقوقيون، وهي قمعهم قانونيا واستعمال العدالة في قمع هذا الرأي. دليل على ذلك كذلك أن السلطات قد سنت، أو السلطة التشريعية في الجزائر قد سنت قوانين يعني تقلص أو تقمع، كما نقول تقمع حقوق الرأي، حق الرأي وحق التعبير وحق التظاهر السلمي كذلك، أو الدعوة إليه أو أي شيء. مثلا لدينا نص المادة 87 المكرر الذي يعني بتعريف فيه الفضفاض، كما بينت كذلك في تقريرها المقررة الأممية ماري لاودور، قالت بأن هذه المادة لا تتسم ب يعني الصراحة تماما، هي قالت بأن تعريف الإرهاب فيها فضفاض جدا، وطلبت وزير العدل بأن يجري مراجعة هذه المادة. برأيك هل ستمضي السلطات نحو ذلك، أم أنها يعني ستواصل استغلال هذه المادة؟ يعني من بين الشهادات التي ذكرتها أيضا أن أحد المدونين يراجع تدوينته عشرات المرات حتى يضمن أنها لم تقرأ في سياق يجعله مدان. يعني نعم سيداتي، يعني الخوف الذي يسيطر على المدونين أو السياسيين أو الحقوقيين الذين يريدون أن يدافعون عن حقوق الإنسان، أو مدونين يريدون نقل الحقيقة الموجودة في الجزائر، أو نقد السلطة الذي هو أساس التنمية والتطور في كل المجالات. يعني نحن بعد المقرر الأممي الأول لم نرى أي بوادر لتصحيح الوضعية أو تحسين الوضعية الحقوقية في الجزائر. الآن بعد المقررة الأممية الثانية كذلك، على كل حال نتوقع أن يكون هناك يعني تحسين لهذه الوضعية وتعديل لهذه القوانين، لأن كثير من مشروع القوانين هي طور التعديل. كثير من قانون العقوبات كذلك، قانون الإجراءات الجزائية كذلك هو في طور التعديل. يعني نحن نأمل أن تواكب هذه القوانين وهذه التعديلات، وأن تشرك فيها كذلك كل الجهات المدنية أو الحقوقية أو القانونية، مثل المحامين مثل النقابات كذلك، أن يتم إشراكها في هذه التعديلات، لأنه يمس بواقع وبقلب يعني عملهم. لا بد من استشارتهم، ولا بد أن كذلك تتطابق مع القوانين الدولية والمعاهدات الدولية، وتتطابق كذلك مع الدستور، لأن كثير من المواد هي غير مطابقة للدستور. الدستور يقر حرية التعبير، ويقر حرية التجمع، ويقر حرية التظاهر، أما في الواقع نجد قوانين يعني فضفاضة، قوانين قانون العقوبات مثلا مثل المادة 97 مثل المادة 144 المكرر، مثلا المادة 144 المكرر التي تعاقب على إهانة رئيس الجمهورية ب3 سنوات حبس نافذة زائد غرامة مالية نافذة. هذه المادة مثلا كانت في عهد العهدة السابقة لرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت تعاقب بغرامة فقط، لم يكن هناك سجن نافذ. أما الآن جرى تعديلها بعد الانتخابات الرئاسية 12/12/2019، وتم تعديلها في سنة 2020، وأصبحت يعني من يتابع بنص هذه المادة يتم الحكم عليه ما بين سنة وثلاث سنوات تماما. يعني وربما ما يعني ما عرف عن مثل هذه المواد هي ما يجري التعرض فيه للأنظمة الملكية، أن يكون هناك تعرض للذات الملكية، وبالتالي يكون هناك تسليط للعقوبات. الآن صرنا نرى أن نراها حتى في الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية. سأعود إليك سيد بن دحمان. سيد مغراوي، دكتور مغراوي، في المغرب هناك من
التقارير الحقوقية ما يقول أو ما يذكر بأن هناك ربما تقييد سبل وصول المتهمين للمحامين الخاصين بهم. برأيك بوصفكم نائب رئيس الفضاء المغاربي لحقوق الإنسان، كيف يمكن لهذه الهيئات أن تضمن أن لا يكون القضاء أو لا يستخدم القضاء ضد الناشطين وضد الأفراد في كل البلاد، أن يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية؟ نعم سيدتي، أشكرك مرة أخرى ومن خلالك الزميلين من تونس ومن الجزائر على يعني هذه المداخلات التي تصف واقع حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية. طبعا كما قلت يعني فيما يتعلق بالدفاع وحقوق الدفاع، وهذا أمر يعني تصدى له العديد من المدافعين مدافعين حقوق الإنسان بما فيهم جسم المحامين الذين يعني لطالما طالبوا بتمكين هذه الهيئة من استقلاليتها، وكان هناك توجه إلى المس بنظام هذه الهيئة والقوانين المؤطرة لهذه الهيئة، يعني أقصد هنا هيئة المحامين بالمغرب، في إطار توجه من أجل يعني تحجيم دور الدفاع على اعتبار أن هذه المؤسسة مؤسسة المحاماة ومهنة المحاماة كمهنة لها رسالة ولها دور ريادي في الدفاع عن المظلومين وعن المعتقلين. ومن بين الأمور التي يعني تم تسليط الضوء عليها ما يرتبط ما سمي بالمحاكمات عن بعد، والتي في الحقيقة كانت فيها مجموعة من الانتهاكات المرتبطة بالتواصل مع الضحايا والمرتبطة بحق الضحايا في الدفاع عن أنفسهم وفي المثول أمام يعني العدالة من أجل يعني إبراء ذمتهم ومن أجل يعني تمتيعهم بحقهم في محاكمة عادلة. هذا الأمر سيحيلنا إلى طرح مسألة أساسية مهمة جدا. اليوم يعني في السجون المغربية لدينا أكثر من 104 سجين، وهذا بلاغ رسمي للمندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب. هذا البلاغ بالمناسبة صدر بتاريخ 7 أغسطس 2023، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون بالمغرب لا تتجاوز 64,600، بمعنى نحن أمام ساكنة سجنية كبيرة، نحن أمام وضع سجن يعني فيه مجموعة من الظروف والحيثيات التي قد لا ليس قد بل هو الحقيقة لا تتفق مع المعايير الدولية، وتحدث هنا عما يسمى بالقواعد الدنيا النموذجية المرتبطة بالإعلانات والعهود والاتفاقية الدولية التي تدافع عن حق السجناء. وفي الدستور المغربي الفصلان 23 والفصل 24 يعني يقرران هذه الحقيقة بضرورة الدفاع عن هؤلاء السجناء وحماية حقوقهم الأساسية. إذا لابد أن أشير هنا أيضا سيدتي على أنه فيما يتعلق بالادعاءات التي ادعى الكثير من يعني السجناء والذين يعني هم ضحايا لممارسات، هم ضحايا يعني يعني سلوكيات تتناقض مع معايير الدولية لحقوق الإنسان. هنا أشير مثلا إلى ما تعرض له النقيب زيان ومحامي ومعتقل سياسي الآن بأحد السجون المغربية، هو رجل 70 وكان وزيرا سابقا بالمغرب، يعني يحاكم وحكم والآن هو معتقل على خلفية يعني رأيه ومواقفه. فكيف يعني يصبح القضاء الذي نطالب بأن يكون سلطة مستقلة، القضاء الذي نطالب بأن يخدم العدالة، أحيانا في كثير من الأحيان يصبح القضاء طرفا و يوظفوا لتصفية الحسابات. وربما المسؤولية تقع أيضا سيد المغراوي، ربما المسؤولية تقع أيضا على الجمعيات الحقوقية والهيئات والمنظمات الحقوقية، هل برأيك لديها هامش من دور تلعبه في ذلك؟ نعم سيدتي الكريمة، أنا فقط أحدثك من وحي التجربة المغربية. نحن كفضاء مغربي حقوق الإنسان إلى جانب مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية المناضلة التي لها حضور ميداني، نقوم بتنسيقيات ميدانية في إطار ترافع وفي إطار الدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين أو هؤلاء المظلومين بشكل عام، ولدينا يعني أدوات عملية ميدانية في إطار جبهات محلية سواء على المستوى الوطني المركزي أو على المستوى الجهوي والإقليمي. هذه الفعاليات الميدانية لها تأثير قوي في الدفاع عن الكثير من المظلومين والكثير من المعتقلين السياسيين والكثير من النشطاء الحقوقيين الذين يتعرضون لأنواع العسف وأنواع الاضطهاد وأنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فالحركة الحقوقية أتحدث هنا على المستوى الوطني وأيضا على المستوى المغاربي والدولي، لا بد أن تكون في خطوط الأمامية للدفاع عن هؤلاء المعتقلين بهذه التنسيقيات بهذه الجبهات
بالحضور الميداني، بالجولات، بالزيارات، باحتضان العائلات، بتشكيل هذه التنسيقيات الوطنية المدافعة التي تقوم بفعل احتجاجي على مستوى الميدان، بالتراجع في أمام المؤسسات المسؤولة، سواء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أو المؤسسات المعنية بالسياسات العمومية، وتحدث هنا عن البرلمان والحكومة. تماما، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من موريتانيا السيد الولي ولد سيدي الهيبة، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد ولي الهيبة. ربما موريتانيا ليست بعيدة عن الوضع الحقوقي الذي تعرفه المنطقة المغاربية، وقد كان هناك انتقاد لاعتماد البرلمان الموريتاني قبل نحو سنتين في 9 نوفمبر 2021 قانون لحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة، والذي أيضا يكون فيه يعني تسليط عقوبات على كل من ينتقد الشخصية الرسمية وشخصية الرئيس تحديدا. برأيك إلى حد تضررت الحريات في البلاد من بعد سن هذا القانون؟ شكرا جزيلا. أعتقد أن هذا القانون الذي دعي بقانون رموز وحماية رموز لم يسر مفعوله تماما، لأن العقلية والثقافة الوطنية تمنعني مثل هذه السياسات من أن تقوم، فهي في ظاهرها مهددة للذين يقومون بالمساس بأشخاص، ولكنها في نهاية المطاف لا تصل إلى حد التجريم والسجن والتعذيب، مع أن الذين تمادوا كثيرا في المساس بشخص رئيس الجمهورية استدعوا من طرف مخازن الشرطة وتم التحقيق معهم، لكن بعد حين كما قلت لأمور تخص بهذه البلاد، سواء جنات قبلية عشائرية جهاتية، وهي أمور نحن نفهمها أكثر من غيرنا، تتدخل في هذه المسارات، فلا تتركوا لهؤلاء الذين أوقفوا أن يمكثوا كثيرا في السجن. وبالتالي نظريا القانون سنة والدولة تريد أن تتابعه بصرامة، لكن في الحقيقة حيز الحرية الذي يمتلكه الموريتانيون في ثقافتهم ما زال قائما، وما زال الأشخاص ينتقدون أحيانا نقد لاذع لو كان في بلدان أخرى غير موريتانيا لرجالا سجنوا وحكموا وتمت متابعتهم. لكن سيد الهيبة، نعم سيد الهيبة، لكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترى غير ذلك، ترى أنه مجرد فرض بعض القوانين وسنها على أساس أنه الانتقاد لشخصية عمومية وشخصية في البلاد هو يتعلق، يعني هو يدخل في ضمن حرية التعبير، يكلفه عقوبة إلى غير ذلك، يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان. لما أصلا تسن مثل هذه القوانين؟ تماما. إذا كان الأمر يشري كما تذكرون في هذه البلاد، إلى أي حد يمكن للمساس بحرية الشخص أن تكون إذا كان يتجاوز حريته إلى حرية الآخرين؟ الحقيقة أن هذا القانون محد جدل في تطبيقه في هذه البلاد، سنه كان موضع رفض وما زال كذلك، لكن تطبيقه جاء دون ما كان يعتقد الكثيرون من حد تام للحريه. والنقد نقدان، اذا كان النقد نقدا موضوعيا فهو مقبول ولا يمكن الا ان يتم تجاوزه، لكن اذا كان النقد يتحدى حدود الشخص الى حريه الاخرين لا اعتقد انه حتى في كل قوانين العالم هنالك ما يرضع ذلك. تماما، كما قلت هنالك جدل في موريتانيا، القانون موجود لكن تطبقه بالصرامة لم نشاهده إلى حد الآن. ومن الجدليات القائمة في موريتانيا أيضا القديمة الجديدة ما يتعلق بقضية الحرتانيين أو الحر ثاني في موريتانيا. سيد الهيبة، منذ عام 2018 صدر قرار بتجريم ممارسة العبودية واعتبارها جريمة ضد الإنسانية، هل الأمر كذلك على أرض الواقع أم أن الحقوق في موريتانيا ما تزال ربما رهينة بهذه العادة القديمة في التاريخ الموريتاني؟ إن كان على عقلية السكان فما زال هنالك رواتب من هذا، خاصة عندما يذهب الشخص إلى الداخل يلاحظ من رواتب
هذه العبودية التي كانت موجودة. لكن في واقع الممارسة السياسية العامة فإن هذه المسألة اختفت. ولذلك الحقوقيون نوعان، حقوقي يبحث عن دقائق الأمور وحقائقها، هو الذي يأتي بحقائق عندما يكتشفه مثل هذه الأمور فتبث فيها المحاكم وتحكم للذين ورثت عليهم هذه العادة. أما الحقوقيون الذين يناضلون بهذا الشيء مكانة سياسية ومن أجل كسب مادي من خارج أو من داخل، فهؤلاء ما زالوا يشيعون بأن الظاهرة كما زالت كما كانت، والحقيقة أن الأمر لم يعد كذلك. رغم أنه في الواقع أيضا هناك من ينتقد بأن منح بعض المناصب لعناصر أو أفراد من هذه الفئة كان مجرد منح شكلي فقط، لأن ربما رجال الأعمال والنافذين حقيقيين ليس منهم من هم من فئة الحرطانيين. كيف تعلق على ذلك؟ صحيح أن رجال الأعمال أغلبهم من فئة الحرب، لكن هناك أيضا فئات من المكونات الجنسية هي أيضا ليست موجودة بقوة في مجال الأعمال ومجال التجارة. نعم، لذلك أسباب ترجع في حقيقتها إلى ما هو كائن من تقسيم هذا المجتمع إلى طبقات، وهو مجتمع طبقي. لكن بدأت تظهر طبقات من الأغنياء ومن رجال الأعمال من المكونات الجنسية، من مكون الحرطانيين الذي أصبح فيه العديد من المتعلمين وأصبح فيه رجال أعمال، وبالتالي أخذوا شيئا فشيئا ويأخذون مكانتهم التي ينتزعون ويستحقون ويحميهم من أجلها القانون. نفس الشيء كما كان في جنوب إفريقيا، كما تعلمون المال والمصانع وكل شيء كان في يد البيض بعد تحررهم مع مانديلا وتغيير الأمور، أصبح رجال الأعمال يتكاثرون في صف الزنوج والتجار كذلك، وأصبحوا شيئا فشيئا يأخذون المكان التي تخولهم إياها أعدادهم الكبيرة، وأيضا ما يريدون الوصول إليه بطموحهم. شكرا جزيلا لك سيد الوالي ولد سيدي هيبة، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الموريتانية نواكشوط. شكرا جزيلا على وضعنا في سياق الحريات المدنية في مدينة في موريتانيا. شكرا جزيلا لك. أعود لك سيد مختار جماعي، ما يتعلق بالحريات أيضا هو يتعلق بالحق في العمل، الحق في الحماية الاجتماعية. برأيك إلى أي حد تركيز السلطات على الدفع بمعارضيها كما يتهمها كثير من المنتقدين وإبعادهم عن الساحة السياسية أغفل بقية الحقوق وجاء على حساب الحقوق المدنية لبقية المواطنين؟ أولا دعني أقول وأعرج على ما ذكره خاصة الزميلين من الجزائر ومن المغرب أن الوضع الحقوقي يبدو أنه متشابه مع بعض التفاوت في بلدان المغرب العربي. ما سموه إساءة لرئيس الجمهورية، نحن المشرع التونسي سماه فعل أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية. هذا النص القديم في سنه الحديث في توظيفه أصبح أداة السلطة السياسية بمتابعة معارضيها، منهم من عرض أصلا أمام دوائر متخصصة في القضايا الإرهابية، أيضا أمام المحكمة العسكرية إذا تعلق الأمر برئيس الجمهورية بصفة قائد أعلى القوات المسلحة. إذن هذا ما يوحي أو تقريبا ما يضعنا على منهج واحد، هو استغلال التشريع وتأويله والتوسيع في تأويله مع ما يتعارض من مبادئ تأويل النص الجزائي لمحاسبة المعارضين. هؤلاء المعارضين الذين عجت بهم السجون، ولكن ومع ذلك تسلط عليهم الاهتمام وأغفل نوع آخر هم عموم الشعب التونسي. وهنا أعود إلى سؤالك، لأن ضرب مكاسب حقوق الإنسان تعدى فقط المعارضين ليشمل جميع فئات الشعب التونسي تقريبا. أصبحنا في شوق
إلى مبادئ حقوق الإنسان الموجودة أصلا في القانون الطبيعي، الحق في العمل والشغل، أيضا الحق في الحياة الكريمة. أصبح المواطن التونسي لا يأمن على نفسه الدخول إلى مخافر البوليس، اعتبارا إلى ما انتهجته السلطة السياسية من تشجيع على الإفلات من خلال وضع حماية للقوى الحاملة للسلاح كما يسميها القائد بأعمال رئيس الجمهورية، من أجل خطبة ود هؤلاء ومحافظتهم على التكريس أو التأسيس أو المحافظة على ديمومة الانقلاب. الحق في الشغل أيضا، لنعلم أن المسألة الشغلية المرتبطة أصلا بالنمو الاقتصادي تراجعت كثيرا، والانتدابات بالنسبة للدولة التونسية تراجعت، برغم أن الحق في الشغل كان ثالث الأساسي التي قامت عليها الثورة التونسية. أيضا الحق في التعبير، فالمدون أصبح مشروع معارض وأسست بعديد من الفرق التي باسم الاستقرار وحماية النظام الاجتماعي أصبحت تقف حارسا على حدود حرية التعبير. أيضا مسألة الانتظام، فمن الصعب أو لأقول من المستحيل الآن التمادي في تكوين الجمعيات، ويسهر الآن السلطة السياسية على ضرب حرية الاجتماع والانضمام لجمعيات من خلال مراجعة طرق التمويل وضرب مواردها المالية الأساسية في تحقيق نشاطها وفي تحقيق وجودها. إذن يبدو أن ضرب حرية الضربة حقوق الإنسان لم تقف فقط عند المعارضين السياسيين، وإنما أصبحت تمس كل فئات الوطني من أجل تكريس ما يسميه قيس سعيد هيبة الدولة وبقائها واحترامها. شكرا جزيلا لك سيد مختار جماعي، دكتور أو سيد دحمان بن دحمان في الجزائر. ما قالته أيضا لولور من أن هناك ربما تضرر من كثير من الناشطين، تضرر وبدأت يعني لديهم رقابة ذاتية على أنفسهم حتى لا يتعرضوا للانتقاد والعقاب من السلطات، وهناك من تضررت صحتهم العقلية وصحة عائلاتهم. برأيك ما مارسته السلطة خلال الفترة الماضية وتخفيضها لسقف الحريات، برأيك هل ستنجح في الحفاظ على هذا السقف المنخفض حتى بعد السماح للمقررين الأمميين ولقائهم عدد من الناشطين، أم أنه هناك نتائج ستنجم من بعد هذه اللقاءات؟ نعم سيدتي محترمة، لا أعتقد أن هذه الإجراءات سوف تأخذ مدى بعيد أكثر مما أخذته الآن. لا أعتقد أنها سوف تنجح في هذا القمع، في هذه المصادرات التي تمارسها. لا أعتقد، لأنه لدينا دروس عبر التاريخ، لدينا دروس عبر التاريخ في الجزائر أو في غير الجزائر أو في الدول المحيطة أو دول المنطقة. يعني دائما هناك ثورات، إن هذا الوضع سوف يؤدي حتما إلى ثورة، سوف يؤدي حتما إلى هذه الثورة، هذه الثورة التي سوف تسترجع إذا بقي الحال على ما هو عليه. لأن الضغوطات والتراكمات، مثلا مثلما تفضلتي، الضغوطات التي تمارس والرقابة المستمرة التي تمارس على المدافعين عن حقوق الإنسان، يعني قد أدخلت كثير من المدافعين في أزمات صحية وأزمات نفسية وضغوطات يعني عليهم، وبالتالي تؤثر على عائلاتهم. يعني هذا الوضع سوف بالنتيجة يؤدي إلى الانفجار، وهذا الانفجار سوف يتمثل في ثورة، في ثورة عامة سوف تقوم من أجل مطالبة بالحقوق. إذن المجال الذي فتحته الجزائر كانت مرغمة، كانت مرغمة عليه بانضمامها إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، كانت مرغمة على فتح هذه النافذة من أجل يعني استقبال المقرر الأمميين اللذان يعني رفض استقبالهم من قبل. مثلا في سنة 2021 كان مقرر أن يزور الجزائر في سنة 2021، يعني جراء كثير من الشكاوي تقدموا بها مدافعين عن حقوق الإنسان لهذه الهيئات الدولية على الخروقات والضغوطات التي يعانون منها. كثير من المحامين تم حبسهم
محامي في ولايه بسه، محامي في ولايه شدف، محامي في ولايه الجزائر، يعني تم حبسهم تعسفيا. كذلك منظمات حقوقيه مدافعه عن حقوق الانسان تم حلها بموجب احكام قضائيه، مثل منظمه راج، مثل منظمه الرابطه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان، وتم بالزج بمناضليها ومؤسسيها ومديريها. لكن على الرغم من تاريخ هذه الرابطتين لم يكن هناك ردود فعل توحي بأنه سيجري فعلا كسر حاجز الخوف أو مناخ الخوف كما وصفه المقرر الأممي في الجزائر. برأيك ما الذي يمكنه أن يكسر هذا الحاجز؟ يعني ما يمكنه كسر هذا الحاجز هو يعني المواصلة في النضال، لأنه السكوت وعدم التطرق والخوف دائما يؤدي إلى تفاقم الوضع. لابد من التضحيات كذلك، لابد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن يواصلوا. مثلا نحن كهيئة الدفاع عن معتقل الرأي من المحامين الذي كنا ندافع عن معتقل الرأي في الجزائر، كان عددنا في 2019 و2020 300 مدافع، أما الآن في سنة 2023 أصبحنا 10 مدافعين فقط على المستوى الوطني أو يقل. يعني هذا هو الهدف الذي نحن نسمى إليه، وهو يعني مواصلة الدفاع ومواصلة التعامل مع الهيئات الوطنية أو الهيئات الدولية الموقعة مع الجزائر وعلى المعاهدات حقوقية ومعاهدات حقوق الإنسان. سيد بن رحمن، نعم. تماما. أختي معك دكتور المغراوي، برأيك ممارسات السلطة المغربية بحق حقوق الإنسان هل بنت حاجزا من الخوف في المملكة؟ نعم سيدتي الكريمة، هل الكلام مسموع؟ نسمعك دكتور مغراوي، تفضل. نعم سيدتي الكريمة، الوضع متشابه في البلدان المغاربية، هناك حالة من الخوف من الهلع بسبب القوانين المجحفة، بسبب الانتهاكات الجسيمة، بسبب الاعتقال ديال المعارضين، بسبب التضييق على المدافعات ومدافعين حقوق الإنسان. ولكن في نفس الوقت هذا لم يمنع الحركة الحقوقية والمعارضة والنشطاء والصحفيين والإعلاميين، لم يمنعهم من دينامية الشارع، من يعني اقتحام كل المجالات الممكنة في على المستوى يعني الوطني، سواء في الإعلام أو في مجال حقوق الإنسان. حالة الخوف يعني حاصلة على المستوى المغاربي بشكل عام، هذا كان من الأهداف الرئيسية للسلطوية في البلدان المغاربية وفي العالم الثالث بعد ربيع 2011، بعد يعني القوس الذي فتح بعد ربيع 2011، كان لابد من العودة إلى مربع الصفر، وهذا من أسبابه هو الغطاء الذي توفره الدول الكبرى والمنتظم الدولي بين قوسين، يعني الدول الاستبداد العالمي الراعي لهذه الاستبدادات المحلية، لهذه السلطة السلطوية المحلية، هو الذي يعطيها الضوء الأخضر لكي تقوم بهذه الانتهاكات وبهذا التخويف وبزرع الهلع من خلال هذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان. لكن دعيني أختم معك أستاذتي الكريمة ومع الزملاء المدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بما يلي: لا بد من يعني خط ممانع، ولا بد من الاستمرار والصمود في خط الممانعة ومقاومة كل أشكال الظلم بكل الأشكال المشروعة، لأننا في سياق دولي ضاغط من أجل بناء ميثاق إنساني عالمي جديد يضمن حقوق الإنسان أيا كان هذا الإنسان، على اعتبار أن الميثاق الحالي اليوم والدول الراعية للميثاق الحالي اليوم لا يضمن هذه الحقوق بالشكل الكافي، بل هنالك تمييز بين الإنسان الأبيض والإنسان الذي ينتمي للعالم. طيب دكتور مغراوي، هل برأيك بات الوقت الآن ضروري لمعالجة مثل هذه المواثيق طالما أنها لا تترجم على أرض الواقع؟ تماما سيدتي الكريمة، ما نراه اليوم من مشاهد في غزة، ما نراه اليوم من ازدواجية القانون الدولي، ما نراه اليوم من ضعف آليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، ما نراه اليوم ونعيشه اليوم من هشاشة قواعد القانون الدولي، كل ذلك يدفع العالم وخاصة أحرار العالم، وهم كثر في أمريكا، في أوروبا، في كل بقاع العالم، هناك أحرار من شعوب ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، الكل يطالب اليوم بميثاق إنساني جديد يحمي الإنسان أيا كان هذا الإنسان، بغض النظر عن دينه وعن لونه وعن جنسه وعن موقعه.
وهذا ما ينبغي أن ندافع عنه جميعا. شكرا جزيلا لك دكتور علي المغراوي، نائب رئيس فضاء المغربي لحقوق الإنسان، كنت معنا من الرباط. الشكر موصول لك سيد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن حركة النهضة من تونس، ومن الجزائر من تلمسان السيد محمد لمين بن دحمان، محامي والناشط الحقوقي. الشكر أيضا موصول لضيفي من موريتانيا السيد الولي ولد سيدي هيبة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. الشكر أكبر لكم مشاهدين على متابعتكم إيانا في ندوة المغاربية، حتى نعود نلقاكم في موضوع آخر لندوة المغاربية الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحتى إلى اللقاء.